يعني قبل الفاصل كنت تتكلم انت على الجانب الهجومي في الاتحاد، تفضل. صحيح، اعتقد بدر انه الحل اللي ظهر اليوم كان حل مؤقت ومن الصعب جدا ان الاتحاد يستكمل باقي الموسم. يعني هنا اتكلم عن توظيف رومارينيو وفهد المولد في عمق دفاع نادي الرائد بحكم استغلالهم لامكانياتهم الفرديه، فانهم يسجلون حتى يتجاوزون الدفاع، وهذا التمركز ممكن واضح بدر بشكل جلي جدا في الهدف الثالث للاتحاد الا وهو هدف الكابتن رومارينيو. عفوا، لو شفنا ولاحظنا تمركزهم في هذا الوقت تدري ان الاتحاد كانت عنده مشكله، وهي دائمه مع الاسف طوال الاربع سنوات الماضيه في راس الحربه، ويحاول ان يتداركها كارير اليوم باقحام فهد المولد ورومارينيو في نفس هذا المكان. ولو جيت بدر شفت معدل التمركز اللي هو للمباراه كامله، ستجد انه رومارينيو كان اقرب دائما الى عمق الملعب، واحيانا يحاول يزيد مع فهد المولد ومعه في عمق الملعب برونو هنريكي. كل هذه المشاكل ستنتهي في الاتحاد متى ما توفق الاتحاد في رأس حربة على الأقل يضمن لرومارينيو أن يتمركز في مكانه الطبيعي، يضمن لفهد المولد أن يتمركز في طرف الملعب وله مثل ما هو اليوم في مركز المهاجم، أو حتى إعادة يعني خلنا نقول ترتيب الاتحاد من ناحية إنهاء الهجمة. وهذا الأمر للأمانة كان مشكلة صعبة في الاتحاد السنة الماضية وكل السنين الماضية. أعتقد سببها الأول سوء اختيار العنصر الأجنبي تحديدا في رأس الحربة في الاتحاد. لو جينا بدر نستعرض أكثر أو مهاجمين الاتحاد اللي لعبوا على طوال الثلاث سنوات الماضية، ما هم الهدافين أبدا. السنة الماضية بريغوفيتش كان مسجل على 7 أهداف على ما أعتقد طوال الموسم في الدوري. ما بين الهداف اللي كان موجود للاتحاد الموسم الماضي كان رومارينيو ب 16 هدف، السنة اللي قبلها بريغوفيتش هدف واحد فقط في دور واحد، وفي الدور الثاني كان بوني سجل 5 أهداف منها على فكرة 3 أهداف كانت من ركلات جزاء، فالضعف كان كبير. من اللي غطى هذا الضعف؟ برضو هو رومارينيو، اللاعب اللي اعتقد هو افضل لاعب في الاتحاد في العنصر الاجنبي اليوم ب 15 هدف. السنه اللي قبلها اللي برضو تم فيها الانفاق الكبير على بروغوفيتش او حتى بيزيتش، بتشوف انه بروغوفيتش مسجل 7 أهداف وهداف الفريق وقتها هو فهد المولد. فاذا كانت الفرصه للنصر تنهى بسرعه على وجود حمد الله، او للهلال على وجود في السنين الماضيه قوميز، او لوجود عمر السومه في الاهلي طوال 5 سنين الماضيه، فان الاتحاد يحتاج يصنع الى 6-7 فرص يهدر المهاجم منها كذا فرصه ويسجل رومارينيو من الفرص التي يخلقها غالبا لنفسه. وهذه المعضله في الاتحاد بدر لابد ان يتم تداركها هذا الموسم، حتى لو الاتحاد فرح باذن الله بالبطوله العربيه، مشاكلك لابد ان تتعامل معها خلينا نقول جديه اكبر. هذا النوع من الرسم اللي فاز على الرائد اليوم من الصعب والصعب جدا أن يستمر ينافس إلى نهاية الموسم، لأنه ينقصه المهاجم اللي موجود في كل المنافسين لك في الدوري اليوم. حتى الأندية الهابطة الموسم الماضي كانت عندها مهاجمين جيدين، فما بالك في النادي اللي ينافس على الدوري مثل الاتحاد. خالد، طيب ايش رأيك أنت في فكرة الاتحاد أنه قاعد يعني زي ما قال الأستاذ عبد الله فلاته أنه يوسف نياكاتي واحد من الخيارات اللي يطرحها الاتحاد أو يفكر فيها، هل هو خيار جيد للاتحاد؟ هل هو يعني الاحتياج المطلوب؟ على حد اطلاعنا نياكاتي في السنتين الماضية وبدر بكل الأحوال أبسط جواب نقول إنه أفضل من الموجودين. يعني نياكاتي الموسم الماضي اللي أعتقد الوحدة هبط فيه كان مشارك مسجل 11 هدف وصانع 5 أهداف، فمعدله أعلى بكثير من بروغوفيتش اللي الفريق كله يصنع اللعب عليه. يعني كأنك تقول أفضل السيئين كذا، كأني أفهمها كذا. لا لا، للأمانة بدر ما هو أفضل السيئين، عنده جودة عالية. بس أنا أقرر لك هنا وبدر نياكاتي أيام هبوط الوحدة عنده معدل 11 هدف مسجلها و5 أسيست، وفي الايام اللي كان الوحده فيها يصعد الى دوري ابطال اسيا كنادي يعني نقول منافس يشابه حاله الاتحاد اليوم انه ياخذ ثالث او ثاني او حتى ياخذ اول، كان مشارك اعتقد مسجل 16 هدف وعنده 4 أسيست، فمعدله جيد جدا ممتاز، عنده خبره في دورينا. بس انا هنا اتكلم لو سالتني بدر في بدايه السوق بقول لك ممكن الاتحاد يجد في السوق من هو افضل نياكاتي، ولكن لو الاتحاد احضر نياكاتي اعتقد انه بيكون خيار ممتاز بيخدم المجموعه وفق الموسمين اللي قدمها مع الوحدة في السنين الصعبة اللي هي سنة هبوط، أو حتى في السنين اللي ينافس فيها الوحدة على البطاقة الآسيوية.